زوجي معتقل في العقرب شديد الحراسة منذ 9/8. قعد أسبوع من يوم 9/8 اختطف من شغله. قعد أسبوع من ساعة اختطافه ما نعرفش مكانه فين. وبعد كده عرفنا أنه هو في طرق شديد الحراسة. الأسبوع ده كان في مديرية أمن الدولة في سلخانة الدور الرابع. شاف جميع أنواع التعذيب. تعرض لإهانات شديدة. وأدى إلى ذلك إلى شبه شلل في إيده الشمال وكسر في ظهره. وبعد ذلك عرفنا إن هو في طرق. كان ممنوع عنه الزيارة 21 يوم. ال 21 يوم دول كانوا قاعدين فيهم تأديب من غير ملابس. وكان ممنوع عنهم الزيارة. وكان حتى ما كنا بنروح نشوفهم في العرض كنا بنشوفهم على بعد 100 متر. كأننا إن إحنا يعني مجرمين. بالنسبة للزيارة فإحنا تصريح الزيارة بتاعنا بيطلع كل حوالي 15 يوم. عبال طبعا من بنستعد بيبقى 20 يوم. يعني حوالي كل شهر بنروح نزوره. أما بقى بالنسبة للإجراءات اللي بتحصل في الزيارة إحنا بنتفتش أكتر من 4 مرات. والمرة الرابعة بيبقى التفتيش من غير ما نشوفهم. يعني التفتيش الحاجة بتاعته من غير ما نشوفهم. مش كل حاجة بتخش. يعني لحد الزيارة اللي فاتت كان ممنوع إن هم يدخلوا بطاطين أو ترنجات بكم أو أي حاجة يعني أو كتاشي. كان ممنوع عنهم الحاجات دي. طبعا عصاير والحاجات دي كلها ما بتخشش. حاجات معينة. طبعا اكيد بنعاني كتير واحنا رايحين الزيارة. واحنا ان شاء الله مكملين وهكمل المسيرة. ومش هتنازل عن حق الشهداء وحق المعتقلين. احب اوجه رسالة لزوجي ان هو وحشنا جدا وان احنا صامدين وثابتين وهتفرج باذن الله وان احنا كويسين وان انا متضامنة معاهم في انتفاضة السجون الثالثة اللي هي يوم 18 نوفمبر. ان شاء الله النصر قريب جدا.